فوجئت كما فوجئ غيري يعني بالفصل او بقرار الفصل. وانا حقيقه التحقت بالتلفزيون عبر لجنه الاختيار، كنت خريجه العام 1995 وقدمت عبر لجنه الاختيار وتم اختياري في هذه الوظيفه ومدخل خدمه، يعني تدرجت من الدرجه التاسعه لغايه ما وصلت الى الدرجه الرابعه. وحقيقه يعني في تاثير طبعا كبير جدا، لكن اعتقد انه انا قضيتي الخاصه انه انا كان عندي حديث حول الحجاب، لانه كان في كلام عن حكومه طالبان او اتهام مباشر عن واحد من الاعضاء عن انه تلفزيون السودان ما زال المصهر العام للمذيعات هو لبس الحجاب او ارتداء الحجاب. وانا ناهضت هذا القرار مناهضه كبيره، وما زلت انا مصره على رايي انه انا اناهض هذا القرار، لانه حريه شخصيه انه انا ارتدي الحجاب. انا اريد ان ارتدي الحجاب، في كل القنوات العالميه ترتدي النساء الحجاب، الصحفيات، الاعلاميات، اسماء كبيره جدا حتى في قناه الجزيره يعني. وبالتالي انا ما زلت واصل قضيتي حتى لو وكان يعني لاخر يوم، انا لن اترك الحجاب، ولن يعني حتى لو اجتمع على اي شيء يعني. فاذا كانت هي القضيه قضيه الحجاب، اما اذا كانت قضايا اخرى فمرحبا بها ايضا يعني.